مشاهدينا عبر قناة عمان الرياضية وبقية القنوات الأخرى التي تشاركنا في نقل هذا الحدث الكبير، مشاهدينا في كل أرجاء عبر هذا النقل المباشر للمهرجان السنوي الثاني لسباقات الهجن العربية الذي يقام هنا على ميدان البشائر في ولاية أدم بمحافظة الداخلية تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان. هذا المهرجان الذي يتجدد اليوم في نسخته الثانية بدعم وتوجيه سام من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لتشجيع ملاك ومضمري الهجن للمحافظة عليها والاستمرار في المشاركة والمنافسة، حيث المنافسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي أيضا. هذا المهرجان الذي يترجم الاهتمام الذي توليه السلطنة بالتراث الأصيل في كل مكوناته. يا حرف الشعر جملني طلبتك وفرد الجنحان، تجمل ارتحل مني جداها وروح حييها، ديارا تروي الظامي اذا بيحسه ظميان، هل المعروف والطيبه وكرمهم دايم فيها. عمان الخير، عمان الخير والتاريخ وحضاره من قديم ازمان، طلبت الرب والمعبود اله الكون يحميها، بلاد الفخر والامجاد حكمها بحكمة السلطان، حروف الشعر تقصر والقوافي ما توفيها. سلام الله، سلام الله على رجل السلام وقايد الاوطان، سلام الله على قابوس ليب العز بانيها، تغني تغني يا قوافي الشعر بكل نغمه مع الالحان، تغني وانثر الفرحة بكل كلمة بمعانيها. هلا هلا باللي لف مشارك، هلا ويا حي بالعربان، هلا بكل القبايل بقاصيها ودانيها، ركض ركض ومنافسة وفرح وضرب في ساحة الميدان، على الموروث والعادة جميع الناس تحييها. سموك سيدي أسعد يا بن طارق ولك برهان، كريم الجد واللابه وكرم طيبك يوفيها، تشجع تشجع وانت لي داعم بلا منه ولا حسبان، جوايزكم لكل أشواط وهل الناموس تهديها. يعم الخير يعم الخير من جودك ومكارمكم لكل ضيفان، مديم ودايم وافي ووقفاتك نحييها، طلبت الرب والمعبود إله الكون لي سبحان، تعيش أفراحنا وعمان ثوب الخير يكسيها. نحبك نحبك يا وطن وبنعد قصايدنا مع القيفان ونسردها على الأوزان، ونادى اليوم عنيها عمان العز والهيبة بلد قابوس بلادي عمان، نعم بالله يا مولاي بدم الروح نفديها. كتبت القاف من قلبي كتبته لأنني فرحان، أعبر عن خف الخافي وأنا أنسد قوافيها، وإذا تسأل عن المكتوب وإذا باتجها للعنوان، أنا في سلطنة وقايد أسطرها وعنيها، أنا في سلطنة وقايد أسطرها وعنيها. Thank you.
مشاهدينا الأفاضل، حضورنا الكرام، يشتمل السباق في هذا اليوم على إقامة 6 أشواط من مختلف المسافات للفئات المشاركة من الهجن التي تشاركنا من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث البداية مع الشوط الأول لفئة الحجائج من مسافة أو المسافة 4 كيلومترات، ويشارك في هذا الشوط الكثير من الأسماء المتميزة، الأسماء البارزة، الأسماء والآن مشاهدينا حضورنا الكرام ننتقل إلى خط الانطلاق لمجريات الشوط الأول شوط الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، حيث التعليق لدى الزملاء في المتابعة هناك. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسرور، نحييكم ونرحب بكم أجمل تحية مسائية من أرض الكرم والمحبة والجود، من هذا الميدان الذي يقف شامخا مرحبا بكل الحضور عشاق هذه الرياضة، الذي أتى بتوصيات وتوجيهات سامية ودعم للتراث العريق من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظك الله يا مولاي من كل سوء ومكروه، وبإشراف ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان. أرحب بكل أعماق قلبي وفكري براعي هذه المناسبة بسيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان، كما نرحب بضيف البلاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بكل الحضور الوزراء والمعالي والشيوخ والسادة الذين يشرفون لمتابعة هذا المسار وهذا التحدي الجميل. خذها تباشير الغد ربحت يمناك سيدي، طار الفؤاد من الهنا منذ قليل أن تفتدي، أرخصت مالك معلنا حبا طويلا سرمدي، لقد اقتنيت سلالة عرفت بالسبق الأمجدي، للهجن جئت مشجعا ومسجلا أبهى يدي، منذ القديم وأسمكم كالنجم بين الفرقدي، لازلت أذكر سبقكم كم طاروا بين الأنجدي، هذه بشائر تشهد والفعل خير المشهد، إني بشوق أنا ذاك الشعار الأفردي بين الشيوخ منافسا ومحققا حلم الغد، نهدي السلام إليكم بعد المقام الأوحد، يا سيدي يا سيدي دمتم لدارنا ذخرا سندا ونعم المسند. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق مباشرة مع رمز الحجايج والخنجر والسيارة نيسان بترول ستيشن في ميدان بشاير في هذه الافتتاحية الجميلة، انطلق مباشرة مع اللي وصلت في صدارة هذا المسار، وصلة تبوك الدكتور راشد بن حمد بن الزفنة العفاري من ياتي في هذا المسار الدور دور المركز الثاني، وصلت هناك هملولة لحمد لسالم بن حمد بن شطيط لنبي على ثاني المراكز، الدور دور المركز الثالث وصلت جعلان لسعيد بن سالم بن علي الغيلاني المركز الرابع،
من تاتي في الشاهينية لحمد بسعيد بصالح آل نبي يم المركز الخامس اللي وصلت في هذا المسار، وصلت مذهلة سلطان بن أحمد بالكيلة العامري. أكتفي بهذا الخمس المراكز الأولى. الله الله يا رمز الحجايج، خنجر الحجايج رصدت في هذا المسار، رصدت للتحدي، رصدت للناموس. سفير الأصالة من تربع على عرش المسار مع انطلاقه تبوك الدكتور راشد بن حمد بن الزفنه الاعفاري من ياتي في هذا المسار. المركز الثاني وصلت هملوله لسالم بن حمد بن شطيط النبي على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت هناك جعلان سعيد بن سالم بن علي الغيلاني. المركز الرابع وصلت الضبيه احد المرشحات محمد بن معيوف بن كدش العامري. ولكن شوف اللي واصله، وصلت بشاير لسيدي صاحب السمو السيد اسعد بن طارق ال سعيد. هناك المضمر عبيد بن محمد ال وهيبي. ولكن الضبيه 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 اللي انتقلت في هذا المسار لمحمد بن معيوف بن كدش العامري، هل يغادر السلام ام يبقى هنا في ميدان بشاير؟ الضبيه من تتصدر جموع هذا المسار، محمد بن معيوف بن كدش العامري. شفنا هذا الشعار في ليلة البارحة يتألق هناك بدولة قطر الشقيقة لياتي في هذا المساء مع انطلاقة الحجايج في هذا الصباح الجميل. شوف اللي واصل من الجانب الآخر، وصلت هناك النما، وصلت النما في هذا المسار، شعار الممثل الدايم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع. ولكن الضبية 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 من تأتي في هذا المسار لمحمد بن محيوف بن كدش العامري. شوف اللي وصلت في هذا المسار، وصلت زعفرانة سعود بن علي بن سعيد الربيعي المنصوري القادم من ميدان الوثبة. ولكن رصدري اللي فاجأتنا هناك، وصلت صبا لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. ولكن الله يا هذا الخنجر الغالي، يا هذا الخنجر الغالي محمد بن سالم بن شطيط الوهيبي. ولكن بن كدش بن كدش العامري. ولكن الوهيبي محمد بن سالم بن شطيط الوهيبي. التهاني موصوله للمضمر حمد بن شطيط الوهيبي. الله الله تحيه تحيه، سلام للابيض، سلام سلام هناك ايضا لابو صقر على هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني هناك ضبيه لمحمد بن معيوف بن كدش العامري. المركز الثالث اللي وصلت هناك انذار لحمد بن سالم بن حمد الي ديلي. اذا تهانينا والناموس. المركز الرابع وصلت هناك ايضا اللي قدمت في برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس وصلت هتان لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. تهانينا والناموس للمضمر القدير دائما وابدا حمد بن شطيط الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. انقل الميكروفون للمنصة الرئيسية. نبارك لحمد بن شطيط. هذه الإعادة الآن. هذه هي الآن صبا لمحمد بن سالم الوهيبي التي احتلت المركز الأول في هذا الشوط. ضبية في المركز الثاني لمحمد بن معيوف العامري، وفي المركز الثالث انذار لحمد بن سالم بن حمد ليديلي. وسنعود لاحقا لاستكمال بقية النتائج بعد الاعتماد من اللجنة الرئيسية.
We'll be right back.
مشاهدينا حضورنا الكرام، كان ذلك فن المغايض القادم إلينا من ولاية مصيرة عبر جمعية المرأة العمانية. في هذه اللحظات أيضاً نرحب بضيوفنا في هذا الحفل من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة من السفراء والمستشارين وبكل الضيوف الذين يشاركوننا في هذا الاحتفال الذي تشارك فيه الهجم من السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي. الآن مشاهدينا الكرام، حضورنا الأفاضل، ننتقل إلى خط البداية لانطلاقة الشوط الثاني، شوط اللقاية أبكار لمسافة 5 كيلومترات، فإلى الزملاء في نقل مجريات انطلاقة هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته بالتوجيهات السامية والكريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، بتوجيهاته الكريمة لتقام سباقات الهجن العربية الأصيلة. سيد التاريخ سلطان القلوب قائدا له تنحني كل الرقاب. أهلا ومرحبا بكل الحاضرين، أهلا ومرحبا بالداعمين، بالدعم الكريم والمتابعة الكريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، الداعم لرعاية هذا المهرجان، لهذا الكرنفال، لرياضة الآباء والأجداد، لهذا التراث في هذا اليوم، في هذا الصراع، وبهذا الحضور الميمون والمشرف. كذلك ترحيبنا بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فأهلا بكافة الحضور، أهلا بالمتابعين، أهلا باللقاية، أهلا بأهل السلطنة، أهلا باللقاية بهذا الملتقى. 5 كيلومترات، الخنجر المنتظر في هذا الصراع، في هذا النزاع، في ميدان البشاير. الله هي المقدمة، مقدمة الشوط. خيرة مع المركز الأول، يقدم لنا خيرة جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري، يتقدم مع المركز الأول، يتسلل مع الصراع. المركز الثاني، هنالك ثاني المراكز والتواجد والانطلاق، والانطلاق من الشاهنية. حمدان بن حمود الوهيبي، وصلكم الوهيبي، يتقدم الوهيبي مع المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث، الوصول من خيال. أوه يا الغيلاني، المقدم لخيال، المنطلقة بخيالها، بخيالها الواسع، بخيالها الكبير، من أجل الخنجر، من أجل الفوز. المركز الرابع، الله 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 على اللي حضرت، غطت على كل الحضور، وصلت وتقدمت وانطلقت بشاير، وصلت البشاير، بشروني عنك
ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. يوم سموك باسم بشاير فز قلبي، فز قلبي بشاير، غيرت واحتلت المركز الاول. هجنوا البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد. الله ياهي سعادة، ياهي سعادة بقلوب الخليجيين، بقلوب اهالي السلطنة، بقلوب المحبين. بشاير، بشاير الخنجر يا عبيد جابر محمد يا الوهيبي، مع بشاير، مع بشاير، بشاير مع السلام، بشاير مع الفوز، مع الانتصار. هجنوا البشاير، اقتحام للرموز، اقتحام للانتصارات. بشاير يا بشاير، بشاير يا بشاير، مع المركز الاول المركز الثاني. شعار الغيلاني مع المركز الثاني يقدم لنا خيال راشد بن سالم بن علي الغيلاني. المركز الثالث اشعارك يا ممثل السلطنة. يتقدم حمد بن محمد الوهيبي مع برزمان، برزمان، ولكن البشاير، ولكن البشاير بشرى سارة عندما اقتحمت. هجن البشاير هذا المجال، هذا المجال يا صاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد. طرق طبول التحدي وقرعها وينقل السلامات الى رجال قابوس، الى رجال قابوس، الى رجال الناموس، الى اهل النواميس، الى اهل الانتصارات. الشعار الجميل هجنوا البشاير، هجنوا البشاير، بشرينا يا بشاير، بشرينا بالرمز الاول. افرح المحبين، افرح المتابعين، اسعديهم، اسعديهم كما اسعدنا، كما اسعدنا صاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد. كسر الدنيا وفجرها بالمشتريات، بالدعم، بالتتويج، بالحضور، بالتشريف. هجن البشاير واهالي السلطنة، اهالي السلطنة يتابعون، يراقبون، واشعارهم سيفين وخنجر هم عمانية، وشعارهم سيفين وحلواهم عمانية، وشعارهم سيفين وخنجرهم عمانية، خنجرهم عمانية. مع بشاير، مع بشاير، 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 بشاير. الله يا بشاير الخير، الله يا بشاير، يا بشاير العطاء. احدى البشاير، احدى البشاير في هذا العام، في هذا الموسم. روحي يا بشاير، روحي، روحي يا بشاير، روحي يا بشاير الى الكاس ولا للخنجر، الا للخنجر. المركز الثاني، القدوم والانطلاق، الوصول. من تحمل رقم 20؟ الشاهنية، احمد بن خميس بن صويلح الهاملي. العودة الى مقدمة الشوط، الى مقدمة الشوط، الى البشاير، الى البشاير، الى البشاير. المقصورة الرئيسية يا اهل السلطنة، يا اهل السلطنة، يا اهل الرموز، متسلطنين على الرموز. تسلطنتم، تسلطنتم، وانتم اهل السلطنة، انتم اهل الذهب، انتم اهل الرموز، انتم اهل الانتصارات، اهل الفوز. بشاير، 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 اشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، اشهد يا زمن. اول ناموس لهجن البشاير بصوت نايف البلوي. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ يا صاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد. كم نحن سعداء، كم نحن فرحون بهذا الانتصار. اهل السلطنة ما خلوا الرمز، ما خلوا الخنجر. اشعارهم سيفين وخنجرهم عمانية، اشعارهم سيفين وناموسهم بتيمور،
بوتيمور بوتيمور افرح كل الجمهور. سلام يا السلطنة، سلام يا السلطنة، سلام يا الذهب، سلام يا الخنجر. اشعاركم سيفين وخنجركم عمانية. تهانينا لأهل السلطنة كافة، تهانينا لرجال قابوس، تهانينا لأهل الناموس، أهل الذهب، أهل الرموز. فوزي بشاير، بشاير الخير، بشاير العطاء، أفرحت كل الحاضرين، كل المتابعين. تهانينا لهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه، وعبيد بن محمد الوهيبي من رافقني في سيف مكرمة جائزة زايد الكبرى في دولة الإمارات عندما انتزع ذلك السيف. تهانينا لك يا عبيد يا الوهيبي، تهانينا من أعماق قلب نايف البلوي وكافة أبناء الخليج لمالك هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. أسعدتنا بشاير وعساها نواميس دائمة. المركز الثاني وصلت من تحمل الرقم 20 الشاهيني أحمد بن خميس بن صويرح الهاملي. المركز الثالث وصلت مراسيل لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. هكذا الثلاث المراكز الأولى الفائزة والمكرمة معنا في هذا اليوم الميمون وهذا الحضور السعيد. إذن متابعينا في كل مكان، التهنية لمالك هجن البشاير صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر، والتهنية موصولة لعبيد بن محمد الوهيبي من رافقه في التضمير ليشهد التاريخ ويشهد الزمان. أول ناموس ذهبي لهذه الهجن، هجن البشاير. مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية والقنوات الأخرى التي تنقل هذا الحدث، كانت تلك لحظات وصول الشوط الثاني لفئة اللقاية التي كانت من مسافة 5 كيلومترات، وانتزعت مركزه الأول بشاير لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. هكذا نشاهد الآن لحظات الوصول لبشاير على خط النهاية لتلامس بذلك الفوز وتنتزع المركز الأول بصدارة وجدارة. إذن نزف التهاني لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد على فوز بشاير بالمركز الأول في شوط اللقاية. المركز الثاني الشاهينية، هذه هي الشاهينية الآن نشاهدها على الشاشة، لأحمد بن خميس بن صويلح الهاملي. المركز الثالث مراسيل لحمد بن سلطان المنصوري. مراسيل احتلت المركز الثالث لحمد بن سلطان المنصوري. الآن نعود إلى نتائج الشوط الأول الذي انتزعت مركزه الأول صبا لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، وجاءت ظبية في المركز الثاني لمحمد بن معيوف بالكدش العامري، وفي المركز الثالث انذار لحمد بن سالم بن حمد ليديلي، وفي المركز الرابع برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما في المركز الخامس هتان لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، وفي المركز السادس زعفرانة لسعود بن علي بن سعيد الربيعي. نكتفي إذن باستعراض هذه المراكز.
بل نستكمل لحين الجاهزية لانطلاقة الشوط الثالث. المركز الثامن كسيورة لحمد بن سعيد بن حطم العامري. المركز التاسع مذهلة لسلطان بن أحمد بن الكيل العامري. وفي المركز العاشر لبقة لسيف بن محمد السالمين المنصوري. كذا إذا انطلق الشوط. عفوا، هذه هي إعادة للشوط الثاني. منافسات الشوط الثاني، التنافس، الحماس، الندية للوصول إلى الفوز بجدارة كما رأيناه في البشائر، على ميدان البشائر، لحجن البشائر، لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. لا تزال الاستعدادات. هذه هي البشائر تنطلق نحو الصدارة، نحو خط النهاية لتعلن انتزاعها المركز الأول. بشائر جاءت تحمل البشرى لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ولمضمر بشائر ولهجن البشائر ولميدان البشائر. الآن حيث وصلت الإشارة بجاهزية انطلاقة الشوط الثالث، شوط الإيداع، فإلى الزملاء هناك في نقل مجريات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم مشاهدين الأعزاء. أيها الجمهور الكريم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء، مساء يوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس لعام 2017 للميلاد، حيث يسدى الستار على ختام هذا المهرجان، هذا المهرجان السنوي الخليجي الكبير، مهرجان البشائر بنسخته الثانية. هذا المهرجان الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، الداعم الأول والمشجع الأكبر لرياضة سباقات الهجن ولجميع الرياضات والأنشطة بالسلطنة. كذلك شكرنا لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجلالة السلطان المشرف
العام على تنظيم هذا المهرجان، ونرحب بسموه لحضوره ورعايته فعاليات ختام هذا المهرجان، كذلك ترحيبنا بضيف البلاد سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات، ونرحب بأصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة السفراء والشيوخ والأعيان والجمهور الغفير المتابع لانطلاقات مهرجان البشاير بيوم الختام. تابعنا الأشواط الماضية شوط سني الحجايج وسن اللقاية، تستمر الفعالية، تستمر الإثارة، يستمر التحدي والانطلاق. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الرئيسي للإذاعة، شوط الرمز والسيارة. نتمنى للجميع كل التوفيق. أتت شعارات جميلة، أتت شعارات مميزة خطيرة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان. نذهب مباشرة للصدارة، أجد البشاير من تقدمت هذه المجموعة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد بقيادة المضمر عبيد بن محمد الوهيبي الذي قدم لنا اسم البشاير في سن اللقاية، حصلت على الرمز. يقدم لنا بشاير أخرى تحمل نفس الشعار، باحثة عن رمز آخر من أمسية هذه الليلة، بينما المركز الثاني برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم برزمان على ثاني المراكز باندفاعة ثنائية جميلة مميزة على الصدارة بقيادة بشاير التابعة لهجر البشاير بمرافقة برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. أتراجع قليلا إلى المركز الثالث ليتعرف على بقية الأسماء المشاركة. وصلة جبارة مبارك بن محمد بن سالم من جهويل، الضيف القادم من دولة قطر للمشاركة بهذا المهرجان. إذن نعود مع المركز الرابع أيضا الضبية القادمة بالمركز الرابع، أيضا هنا الضبية لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي في رابع المراكز. المركز الخامس سيدة عامر بن محمد بن ماجد الحجري في خامس المراكز. إذن هذه اللي وصلت برزمان، وصلت الأسماء، انطلقت للحاق بالمجموعة الثنائية الأولى التي تقدمها بشاير وبرزمان. وصلت برزمان أخرى على المركز السادس أيضا تحمل شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. أكتفي بهذا القدر من الأسماء، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، مع المجموعة الثنائية الأولى، مع المجموعة المسيطرة على المركز الأول. هذه البشاير المتصدرة لمجموعة الإذاعة المشاركة بشوط الرمز، بالشوط الرئيسي بهذا المساء لسن الإذاعة التابعة لهجر البشاير المملوكة لسيدي سموه أيضا صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، هي التي تتقدم مجموعة الأسماء، بينما المرافقة تأتي من برزمان التي تتواجد على المركز الثاني حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدمها على المركز الثاني بمنافسة مميزة على موقع الصدارة. المركز الثالث هذه اللي وصلت وانطلقت إلى المركز الثالث بعيد نسبيا عن المجموعة الثنائية التي تتقدمها بشاير وتتقدمها برزمان، بينما المركز الثالث أيضا وصلت برزمان تعزيزا لشعار حمد بن محمد الوهيبي المتواجد على المركز الثاني. يقدم برزمان على المركز الثالث حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع وصلت الحذرة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، يقدم الحذرة على المركز الرابع. المركز الخامس انتباه محمد بن سالم بن دربش العامري، بنت مع انتباه في المركز الخامس. المركز السادس برزمان حمد بن محمد الوهيبي، أعود مع الثنائية الجميلة، مع الثنائية المميزة التي تتنافس على موقع الصدارة منذ البداية. بشاير وبرزمان، برزمان من غيرت في هذه اللحظة، من انطلقت وتصدرت مجموعة الإذاعة. بشاير وبرزمان، برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي تقدم في هذه اللحظات مقدما برزمان على موقع الصدارة. بشاير
البشاير في المركز الثاني التابعة لهجرة البشاير في ثاني المراكز في هذه اللحظات. ما شاء الله يا هذا الاندفاع الثنائي الجميل منذ بداية إعلان رحلة هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات. بينما المركز الثالث هذه اللي وصلت ووصلت الحذرة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي بدأت تقترب من المجموعة الثنائية المميزة المنطلقة من البداية. الله يا بن ثعلوب، الله يا بن ثعلوب القادم وبقوة. بينما المركز الرابع انتباه محمد بن سالم بن دربش العامري مقدما انتباه في المركز الرابع. كيلوين متر الأخيرة، كيلوين متر الأخيرة، قطعنا 4 كيلومترات، ما تبقى إلا الكيلوين الأخيرة، الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن المنصة الرئيسية، عن الجمهور الغفير المتابع لمجريات فعاليات هذا المهرجان. وهذه برزمان، هذه برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي تقود مجموعة الإذاع بالشوط الرئيسي باحثة عن الرمز من هذا المساء، رمز الإذاع. بينما بشاير في المركز الثاني لهجرة البشاير تتواجد في المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام يا المجموعة الأولى المتقدمة، وصل بن ثعلوب مع الحذرة، وصل بن ثعلوب مع الحذرة في هذه اللحظات. حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي والمركز الرابع انتباه مع محمد بن سالم بن دربش العامري. 1500 متر الأخيرة، الفاصلة عن الرمز، الفاصلة عن السيارة، عن المنصة والجمهور، بقيادة برزمان، بانطلاقة برزمان، بتصدر برزمان، بقيادة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما برزمان على موقع الصدارة. 1200 متر الأخيرة، 1200 متر الأخيرة يا مضمرين يا متابعين، هي الفاصلة عن النهاية بقيادة برزمان. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني البشاير التابعة لهدرة البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد تتواجد في المركز الثاني. ووصلت الحذرة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي تتقدم إلى المركز الثالث. وصلت انتباه محمد بن سالم بن دربش العامري، لكن أعود مع برزمان المدشنة لأمتار الكيلو الأخير، الكيلو الأصعب والكيلو المثير، الكيلو الأقوى بهذه التحديات. بدأنا نقلص من أمتار هذا الكيلو للوصول للنهاية، للوصول للمنصة، للوصول للرمز والسيارة بقيادة برزمان. بتقدم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني، تقدمت الحذرة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يقدم الحذرة إلى المركز الثاني، وبن دربش مع انتباه في المركز الثالث. لكن 600 متر الأخيرة والقيادة مع برزمان، لكن حذاري يا أبو محمد، وصلت الحذرة، وصلت الحذرة، وصلت الأسماء وانطلقت. وصل بن جبرين، وصل بن جبرين الضيف القادم من المملكة العربية السعودية، لكن برزمان الله الله يا هذا الاندفاع من دون أي أوامر ولا تعليمات، من دون أي أوامر ولا تعليمات. رمز الإذاع يذهب إلى ولاية المضيبي إلى ميدان الأبيض مع ممثل السلطنة الدايم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام برزمان، سلام سلام حمد بن محمد الوهيبي، سلام على هذا الإنجاز، على هذا الانتصار، على هذا الاندفاع، على هذا التألق من دون أي أوامر ولا تعليمات. على السماعة ما شاء الله، تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي بمناسبة فوز برزمان، حصولها على رمز الإذاع، على سيارة الإذاع بالشوط الرئيسي للإذاع. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيب الحذرة. في المركز الثاني حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، والمركز الثالث الجذابة رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين. المركز الرابع وصلت هناك أيضا الضبية حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للأربع المراكز الأولى المتقدمة بهذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الخامس، المركز الخامس كان لصالح الضبي سالم بن حمد بن زفنة الأعفاري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي بمناسبة فوز برزمان، حصولها على رمز الإذاع بالشوط الرئيسي. تهانينا لحمد بن محمد الوهيبي. بينما منتت على المركز الثاني الحذرة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، والمركز الثالث الجذابة القادمة أيضا من المملكة العربية السعودية مع رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين. تهانينا والناموس للجميع. إذن هكذا كانت لحظات الوصول لمجريات الشوط الثالث، شوط الإذاع الذي احتلت مركزه الأول برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. الناموس والتبريكات لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز برزمان.
كما نلاحظ الآن على الشاشة لحظات وصول برزمان أو اقتراب برزمان من خط النهاية، لتعلن بذلك انتزاعها المركز الأول في توقيت 9:19 و46 جزء من الثانية. الناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز برزمان بالمركز الأول. المركز الثاني كما نلاحظها الآن على الشاشة هي الحذرة لعيد بن خميس بن عامر العمري، وقطعت المسافة في زمن 9:21. المركز الثالث الجذابة لرشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، وقطعت المسافة في 9:23. إذن نبارك للفائزين في هذا الشوط، شوط الإذاع. مشاهدينا الكرام، حضورنا الأفاضل من فنوننا العمانية الشعبية المغناة، أيضا فن الحماسية، حيث نجد هذا الفن دوما ما يكون حاضرا في مختلف المناسبات الرسمية والأهلية. لحظات حماسية ممتعة نتمناها لكم مشاهدينا مع فن الحماسية الذي تقدمه لنا فرقة مدرعات سلطان عمان وفرقة بن وداد الحماسية. Thank you.
We'll be right back.
شكرا إذن لفرقتي مدرعات سلطان عمان وفرقة بن وداد الحماسية على هذه على هذا الأداء التراثي الجميل. الآن ننتقل مباشرة إلى نقطة الانطلاقة لمجريات الشوط الرابع لفئة الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، وحيث الزملاء هناك في خط الانطلاقة. هكذا كانت إذن هي البداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا محدثكم حمد بن طويرش الوهيبي يتواصل مع انطلاقة الشوط الرابع. لا أعرف حقيقة هل أبدأ بالسلام والذي هو من السنة، أم أبدأ بالشكر والثناء والدعاء للداعم الرئيسي لهذه الرياضة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يحث الكبير والصغير بالتمسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على هذا الماضي العريق. وبعد ذلك شكري واحترامي من قاع البحار إلى السماء السابعة، أو باختصار بحجم الكرة الأرضية، فشكرا يا صاحب السمو على هذا الدعم الذي يلوح في سماء عمان وبلدنا الغالي. خيرا وبركة وخيرا بهذه التصريحات التي سمعناها وأثلجت صدورنا وأصدرت وأفرحت وأسعدت كل قلوب أبناء الخليج والعالم العربي من مهرجانات ومشتريات وكرم وحفاوة. إن قلت شكرا فشكري لا يوفيكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، وانجف حبري عن التعبير يكتبكم فقلبي به صفاء الحب تعبيرا. أتمنى حقيقة لو كانت المسافة 10 أو أكثر كيلومترات من ذلك لكي أعبر عما في داخلي، وخاصة عندما أتيت من الخليج وسمعت صاحب السمو وعمان وقائدها حديث المجالس، فرفعت راسي عاليا لأنني أحد من أبناء عمان وأحد من ينتمي لهذه البلد. انطلق الشوط الرابع، انطلقت هذه المقاتلات الحربية 30 اسما لامعا تلمع مع هذا المساء اللامع بهذا الحضور الكبير وهذا الحضور وهذا التشريف وهذه الملتقاءات الكبيرة. ما شاء الله ما شاء الله. مباشرة إلى تعداد هذه الأسماء، مباشرة مع الذيب 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 الذيب، أحد الأسماء الكبيرة المرشحة التي أتت من دولة الإمارات العربية المتحدة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم بعبارات ولوحات كبيرة رفعت عاليا ترفرف كما رفرفت في هذا الصباح في ميدان البشائر، كتب ودون عليها أهلا وسهلا بأبناء الخليج. طبعا الذيب الذيب الممنوع المملوك لمانع بن أحمد بن رحمه الشامسي، ولكن من هناك؟ إنني أتمنى أن أكون أعلق واقفا على هذا الشعار الذي وصل ورفرف بقوة. الله يا البشاير، يحمل اسم البشاير ويحمل شعار البشاير، يحمل هذا الاسم الكبير، ورأينا قصة البشاير في هذا المساء الكبير، فهذه قصة ثانية، هذه قصة من قصص التحدي، هذه قصة من قصص الإثارة، هذه قصة من قصص الكرة الكرم، هذه قصة من قصص التحديات والإثارة. لما لا لما لا لما لا، لحد يلومني عندما أقوم بالإطراء، لحد يقول لي شيء، دعوني أعبر عما في داخلي. لما لا وهي تحمل اسم البشاير، هذا الاسم التاريخي الكبير، إنها
البشاير التي تعود لهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. وعملية التضمير عندك يا أبو حمد، عندك يا أبو حمد، يا أبو حمد لا صرت تنشد عن الحال. حالي أخوك بها 30 علة لرجل يسوى 30 رجال، وهذا هو دعم هذا الشعار. هذا من دعم هذا الشعار، من دعم وأدى ودفع الغالي والرخيص. فهنيا لكل عماني، هنيا لكم يا أبناء عمان، هنيا لكم يا أبناء الخليج، هنيا لكم يا من تنتمون إلى العروبة، يا من تراقبون هذا الحدث. هذه هي الأسماء الواصلة لكي يعطي كل ذي حق حقه. الاسم الثالث، الشعار الثالث، الجذابة وصلت، الجذابة الكبيرة. هذه هي الجذابة لعبد الله بن شطيط بن سالم المالكي، من سجل نقاط في هذا المهرجان الكبير وانتصر مع الخير ومع النواميس. وورقة الرابحة ها هنا تتسلل من الثالث إلى الثاني. الله الله الله، بينما هنالك القدوم وكذلك الوصول من الأسماء جبارة. سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي الواصل والمنطلق والمحلق مع هذا الاسم الهملولي الكبير. دعوني أرحب أيها الأخوة باسمي برزمان، باسم برزمان. هذا الشعار، هذا الشعار يا ما رفع رؤوس أيضا متابعين الأصالة في ومثلنا خير تمثيل في الخليج. فهذه هي برزمان، وصلت برزمان لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام، بين والقوة العظمى واصلة مع ديره ديره، ويا حبي للديره ويا حبي لشعار ديره. هذه هي ديره، وصلت ديره لسعيد بن الحسين بن الصغير العويسي بطل من ابطال جعلان بن ابو حسن. هذا هو واصل. اذا خمسه اسماء، خمسه اسماء ايها الاخوه، خمسه شعارات، خمسه شعارات متقدمه. العوده، العوده، العوده مع المقدمه، العوده مع الصداره، العوده مع التحديات، العوده مع بشاير، العودة مع بشاير الخير، بشاير النواميس، بشاير التحديات. يا سلام لهجن البشاير، يا سلام المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. عبيد بن محمد الوهيبي في عملية التضمير، في عملية المتابعة، في عملية الأداء. اسم كبير قادم، وصلت برزمان، وصلت المضيبي، وصل شعار الأبيض محمد بن سالم بن محمد الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث. يا سلام يا سلام، شعار تحدي وإثارة جذابة. عبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي مع المركز الآن الثالث، المركز الرابع الوصول. وصلت سيدة، يا مرحبا بسيدة، يا مرحبا بهالي بدية، يا مرحبا بأبطال بدية. هذه هي سيدة لعمر بن محمد بن ماجد الحجري بطل من أبطال ولاية بدية. هذا هو مع المركز الثالث. أي قصة وتحديات هنالك، إنها المزن. يا مرحبا بالمزن، يا مرحبا برعية الميدان، يا مرحبا بالشيخ علي بسليم الينيبي، يا مرحبا بالدكاترة، يا مرحبا يا بن غدير. هذه هي المزن، هذه هي السحب، هذه هي الأمطار، هذه هي الخيرات، وكذلك الأسماء المتسللة. ولكن العودة، 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 العودة إلى المركز الأول. وسألتوني عن الأول، فالإجابة لا محالة ولا تغيير، ولا هنالك اسم إلا البشاير، إلا البشاير، إلا الخير، إلا شعار أخضر، إلا شعار الرموز، إلا شعار السيارات، إلا شعار الإنجازات. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هذه البشاير في مساء البشاير، في مساء استثنائي، بحضور كبير رفيع المستوى من أصحاب المعالي وأصحاب السمو وكل الحضور الكبير. يا الله، المركز الثاني، يا لها من قصة وتحديات، يا لها من إثارة، يا لها من إبداع. هنالك محمد بن سالم الوهيبي. روح يا أبو سالم روح، روح يا أبو حمد روح، روح يا أبو سعيد روح. تحديات وإثارة. المركز الثالث، المزن، المزن ما شاء الله قادمة بقوة للشيخ علي بسليم الجنيبي الواصل والمنطلق.
المعلق والمحلق مع هذه الأسماء. سيده 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 يا سيده لعمر بن محمد بن ماجد الحجري، بطل من أبطال ولاية بدية، يقلب صفحات التاريخ المسرفة، خير من يمثلنا مع هذا المساء ومع هذه التحديات. وكذلك هنالك مياسة الوصول أيضا، مشعار المسافري الواصل والقوة. إن سألتوني على الموقع فسوف أجيب قائلا إنها 2 كيلومترات، 2000 متر، 2000 متر only ما تبقى من عمر هذه المسيرة، من عمر هذه القصة، من عمر هذه التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام يا هي قوة يا هي حوية واحترام. هكذا مشاهدينا، إنها البشاير، إنها البشاير. بشروني بالخير، بشروني بالسعادة عندما أرى البشاير وأعلامها ترفرف سنويا ونرى هذا الدعم ونرى هذه التصريحات. يا الله يا الله، أثلجت القلوب يا صاحب السمو. وهذا هو الشعار، هذا هو من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. بنختصرها، الله الله الله، لقصر المسافة، لقصر المسافة، لقصر التحديات. شكرا للمخرج العزيز، شكرا يا أبو عمر على هذا التألق المسائي. هذه لقطات قوية. والعودة إلى مجريات الشوط، البشاير، البشاير لهجر البشاير في ميدان البشاير في مساء البشاير بهذا الحضور الكبير. هنيالك يا أبو حمد، هنيالك. والله يقولها من كل قلبي وأنا كل ثقة عندما رأيت السيارة الأولى، أقول هنيالك. تنتمي إلى مؤسسة كبيرة، إلى مؤسسة عملاقة، لما لا لما لا لما لا، وأنت ترجع وتتابع هذه الأسماء. الغالي والرخيص دفع فيها. يا سلام الكيلو المتر النهائي، يا سلام يا سلام، ما بعده كيلو إلا الناموس. البشاير وبرزمان، البشاير وبرزمان، وكذلك الأسماء القادمة. ولكن يا سلام المزن مع المركز الثالث الشيخ علي بن سليم الينيبي. ودعوني أعود مع المقدمة، المقدمة الأمورة الدلوعة، صفقوا لها وحيوها وتستاهل السلام. هذه هي برزمان قادمة، برزمان، برزمان خطيرة، برزمان. والمزن قادمة، وكذلك هنالك سيدة، وكذلك بشاير الثانية، وبشاير الخير، بشاير التحديات. يا إخواني هنا المركز الأول والصدارة، بشاير بشاير بشاير، تحدي وإثارة وبشاير. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا أيضا المزن، وكذلك الأسماء، الأسماء القادمة، العودة العودة. يا سلام، برزمان 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 المضيبي، برزمان النواميس، برزمان التحديات، برزمان الإثارة. أرجو ربط الأحزمة، أرجو ربط الأحزمة، قد حان موعد الإقلاع، موعد القوة. إلى الأمام سر، إلى المدرج، مدرج الناموس نمبر 1A، إلى اليمين، إلى الناموس غادر. سلام وتحية، حيوها حيوها، مثلتنا خير تمثيل. برزمان 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 المضيبي، برزمان محمد بن سالم الوهيبي 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 مع المركز الأول. برزمان مع القصة الأولى ومع التحديات، تهانينا والناموس لمحمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثاني البشاير، هذا الاسم الكبير، إنها بشاير الخير، البشاير أيضا المملوكة لهجل البشاير. والمركز الثالث كان من نصيب سيدة، لمن يتابع اسم سيدة واسم كبير، بطل من أبطال ولاية بدية عمر بن محمد بن ماجد الحجري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، رأينا البشاير ورأينا أيضا برزمان، وبرزمان مع المركز الأول والناموس. تهانينا للبطل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يمثلنا دائما خير تمثيل ويرفع راية عمان وأعلامها في كل مكان. المركز الثاني كانت قوة حاضرة وشراسة إلى خط النهاية مع اسم البشاير. التهنية لهذا المالك الكبير ومن يتابع اسم البشاير. المركز الثالث كان قصة أيضا من قصص أبناء بدية، والتهنية لمالك سيدة ناصر بن محمد بن ماجد الحجري على الفوز بالمركز الثالث. الثلاث فائزات. الكلمة للزملاء في المنصة الرئيسية، لكم الشكر ولكم الاحترام ولكم الإطراف، وصف مميز وإخراج مميز، فالكلمة إلى هنا. تلك كانت لحظات الوصول لمجريات الشوط الرابع من هذا السباق، شوط الثنايا الذي كان من مسافة 8 كيلومترات. جاءت في مركزه الأول وبصدارة، هي كما تقترب الآن إلى الخط الأول في الإعادة، برزمان لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي.
قطعت الشوط في 12 دقيقة و27 ثانية و52 جزء من الثانية. اثنين المركز الثاني جاءت البشائر المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد البشائر، وقطعت الشوط في مسافة 12 دقيقة و29 ثانية وجزئين من الثانية. المركز الثالث سيدة لعمر بن محمد الحجري، وقطعت الشوط في زمن 12 دقيقة و 29 ثانية 29 ثانية. مشاهدينا الكرام، نعود بكم الآن إلى نتائج الشوط الثالث الذي كان مخصصا للإذاع، وجاءت في مركزه الأول برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، في المركز الثاني الحذرة لحمد بن سالم الدرعي، المركز الثالث الجذابة لرشيد بن حمد بن سلمان الجبرين، المركز الرابع الظبية لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، المركز الخامس الظبي لسالم بن حمد الزفن العفاري، المركز السادس برزمان لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي، المركز السابع انتباه لمحمد بن سالم بن درويش العامري، المركز الثامن ما موجود، المركز التاسع جواهر لراشد بن سعيد الغيلاني، المركز العاشر بشاير لغيث بن علي بن محمد الجنيبي. المشاهدون عبر قناة عمان الرياضية وبقية القنوات الأخرى التي تشاركنا هذا النقل، حضورنا الكرام، نعود الآن مرة أخرى مع جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة الشامخية في أداء آخر لفن المغايض بلحن مختلف عن السابق. Thank you.
شكرا لجمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة على هذا الأداء لفن المغايض. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الانطلاقة، حيث مجريات الشوط الخامس لفئة الحول من مسافة 8 كيلومترات، الشوط الرئيس، شوط المنافسة، حيث الزملاء هناك في لحظة الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أجدد معكم هذه التحية، وعبر الهواء مباشرة وعبر قناتي عمان الرياضية الناقلة لهذه الأحداث المهمة، لهذا الكرنفال، لهذا العرس التراثي الذي يقام هنا في ميدان البشاير بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وبدعم كريم ومتابعة كريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، المتابع الدائم والداعم لهذا الموروث الشعبي لرياضة الآباء والأجداد، تشجيع لأبناء السلطنة ودعم في المنافسات الخليجية الشريفة. نتمنى لهجن البشاير التوفيق والنجاح والسداد. انطلق هذا الشوط أقوى الأشواط وأعتاها في هذا المهرجان في هذا اليوم، حيث مقدمة الشوط، وأذكر بأن هنالك السيف المنتظر، سيف المهرجان، يهل السلطنة، يهل الخليج. مقدمة الشوط البشاير تأتي مع المركز الأول، البشاير تأتي تباعا مع مقدمة الشوط. هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، الذي أسعد المحبين، أسعد العاشقين، أسعد المتيمين بحضوره الميمون وبتواجده في هذا اليوم. عندما انتزع السيف وانتزع الرمز من خلال تواجده بسن اللقاية، الآن يمني النفس لانتزاع السيف بعد انتزاع الخنجر. المضمر عبيد بن محمد الوهيبي في عملية التضمير، نقلتنا إلى المركز الثاني، إلى الشاهينية مع المركز الثاني حمدان بن حمود الوهيبي، يأتي مع المركز الثالث. البشاير تتحرك من المركز الثالث إلى المركز الثاني، السيطرة من هجن البشاير على المركز الأول والمركز الثاني، هجن البشاير وجماهيرها ومحبيها، هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. طرق طبول التحدي وأعلنها مبكرا من أجل الذهب، من أجل السيف، بينما المضمر عبيد بن محمد الوهيبي، ركز يا عبيد، يا عبيد ركز في هذا اليوم، في هذا الصراع، في شوط الذلل، في شوط الأصايل، أقوى الأشواط وأعتاها. المركز الثالث
القدوم من الشاهنية مع المركز الثالث حمدان بن حمود الوهيبي، ولكن اللي وصلت الذهب مرحبا بك يا بن سالمين أحمد بن سيف بن سالمين المنصوري يقدم الذهب ويقدم أسود منصور بن سيف بن سالمين المنصوري المركز الخامس الشاهنية يقدمها حمدان بن حمود الوهيبي المقدم للشاهنية، وما بعد الخمس يا هي أسماء قادمة بكل قوة قادمة من أجل الفوز من أجل الذهب من أجل الانتصار من أجل السيف من أجل التتويج من أجل التكريم والتشرف بالسلام على أصحاب السمو والمعالي ومن يتواجدون في المقصورة الرئيسية. هجن البشاير هجن البشاير بشرت أهالي السلطنة بشرتهم في هذا اليوم بالتواجد الخليجي بالتواجد مع الرموز مع الذهب. هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، يا هي سعادة يا هي سعادة بقلوب الجمهور يا أبو تيمور بقلوب الجمهور يا أبو تيمور ناقل السلامات رجال قابوس أهل الناموس أهل الناموس يا صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. إن هذا الشوط من أقوى الأشواط وأعتاها شوط الذلل الأصايل شوط السيف شوط السيف يا ويلي على السيف يا ويلي على السيف السيف المنتظر السيف المرتقب. وعبيد بن محمد الوهيبي في عملية التضمير لهجن البشاير. ركز يا عبيد ركز ركز يا عبيد ركز. جماهير هجن البشاير يطالبونك بالفوز يطالبونك بالناموس يطالبونك بالسلام بالتتويج. هجن البشاير المبشرة بالخير المبشرة بالخير. الله 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 المركز الثاني ايضا القدوم مع المركز الثاني بشاير اخرى لهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد. يقدم بشاير مع المركز الاول بشاير مع المركز الثاني. احضورك كله بشاير احضورك كله خير احضورك كله وفاء لهذه الرياضة العربية الاصيلة والتجمع الخليجي. بشاير وبشاير مع المركز الأول بشاير مع المركز الثاني بشاير مع السيف بشاير مع الناموس. هذا الشعار الذي اقتحم الرموز اقتحم الرموز خطف رمز اللقاية وكان أول ناموس وأول ذهب لهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ليسجل ناموسه الأول مع التاريخ مع التاريخ مع الذهب والآن يبحث عن النقطة الثانية المركز الثالث. القدوم من الطيارة مع المركز الثالث حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مع المركز الرابع والقدوم من العين. مرحبا بك يا العين مرحبا بمالك العين مرحبا بأهل العين مرحبا بالأشقاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد بن زفنة العفاري. مرحبا بك يا سفير الأصالة مرحبا بك يا سفير الذهب. اشتاق لك الناموس اتوحشك بالزاف السيف 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 يا العفاري يا العفاري. المركز الخامس ايضا القدوم من برزمان ممثل السلطنة الدايم حمد بن محمد الوهيبي مدرسة المشاغبين.
تتكلم في هذا اليوم مدرسة الشاطرين. الله يا شاطر رحمك الله يا سعيد يا بن شطيط يا الوهيبي، لن ننساك ما حييت. وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم برزمان، وهالي الأبيض يطالبونك بالسلام بالفوز، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى هجن البشاير، إلى هجن البشاير. وين وصلنا يا إخواني؟ وين وصلنا يا إخواني؟ يا إخواني السيف يقترب، السيف ينتظر، السيف ينتظر. وهجن البشاير، هجن البشاير، هجن البشاير مع المركز الأول، مع المركز الثاني. العين قادمة أيضا بهذا القدوم، ومثل واصلة محمد بن شافي الجافي يتبقى عن خط النهاية ما يفصلنا 1800 متر عن الفوز، عن الانتصار، عن السيف. من يكون السعيد؟ من يكون السعيد؟ لا شك بذلك، كلنا سعداء بالحضور الميمون لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، ولا شك بذلك سعادتنا تكون أكبر عندما ينتزع هذا السيف والمقصورة الرئيسية التي تتشرف بهذا الحضور الميمون من قبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق، ومن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وكافة حضورنا الكريم المتابعين. هجن البشاير، هجن البشاير، ولكن وصلت مزنة، مزنة، مزنة. محمد بن شافي بن سالم آل شافي مع المركز الثاني يشكل الخطر مع على مزنة، من مزنة على بشاير. العين مع المركز الثالث الدكتور راشد بالزفنة الإعفاري مع المضمر السعود بالوحوش الوهيبي المركز الرابع، ولكن الصراع من في المركز الرابع؟ ممثل السلطنة الدايم حمد بن محمد الوهيبي بن شافي، بن شافي يا بشافي جروحه، يا بشافي جروحه، حركها قبل الكيلو الأخير، قبل الكيلو الخطير. يا بن شافي، يا بن شافي ركز، ركز يا مالك مزنة. محمد بن شافي بن سالم بن شافي المركز الثاني. هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد المركز الثالث. اللي وصلت مع المركز الثالث وصلت بنت وبران علي بن سالم بن الدهام الوهيبي. مرحبا بك يا المداهم، مرحبا يا المداهم. 600 متر، 600 متر. السيف يا اخواني، السيف، السيف، السيف. مزنة، 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 مزنة مع السيف. بشاير مع المركز الثاني. يو 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 يو. مزنة وبشاير، مزنة وبشاير، مزنة وبشاير. وين السلام؟ وين السلام؟ ما بين مزنة، ما بين بشاير، ما بين العين. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. بن شافي، بن شافي، وهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، آل سعيد، آل سعيد. بشاير ومزنة، بشاير ومزنة. يا بابا 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 بابا. مزنة، مزنة، مزنة. بشاير، 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 بشاير. شاير السلطنة، يا للسلطنة، يا للذهب، يا رجال قابوس، يا رجال قابوس، يا رجال الناموس، يا رجال الناموس. الله الله الله. بشاير، 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 بشاير. هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. أهل السلطنة، أهل النواميس، أهل الذهب، إشعارهم سيفين وخنجرهم أعمانية، إشعارهم سيوف متعددة متذهبة بالذهب، بالحضور المشرف، بالحضور الميمون لمالكي هجن البشاير
الكبير صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يسجل النقطة الثانية في تاريخه، الذهب الثاني في تاريخه، وإنني محظوظ في هذا اليوم ولله الحمد، أولا بهذا الحضور الميمون والمشرف، وثانيا بأن هجن البشاير تنتزع الناموس للمرة الثانية. وبصوتي أنا معلقكم نايف البلوي أهني المضمر عبيد بن محمد الوهيبي، يا لها من لحظات حرجة، يا لها من لحظات صعبة، ولكن لا شيء يصعب على هجن البشاير وداعمها ومالكها صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. تابعين في كل مكان من يتواجدون في المقصورة الرئيسية، يشرفني ويسعدني مشاركتي في هذا اليوم، وأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر، وإلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وكل من يتواجد في المقصورة الرئيسية. تقبلوا تحياتي واحترامي، ابنكم معلق هجن الرئاسة نايف البلوي. مشاهدونا الكرام، كانت تلك لحظات الوصول المنافسة على خط الأول، على المركز الأول، خط النهاية، حيث البشائر هكذا البشائر تقترب لانتزاع المركز الأول على خط النهاية لتعلن الفوز في شوط الحول. الشوط الرئيس البشائر لهجن البشائر المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. هكذا هي لحظات الوصول للبشائر إلى خط النهاية في زمن قدره 12 دقيقة و59 ثانية و24 جزء من الثانية. الناموس والتبريكات لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. المركز الثاني مزنة لمحمد بن شافي بن سالم الشافي. المركز الثالث العين لحمد هلال الزفن العفاري. إذا نعود بالتبريكات والناموس لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد على فوز البشائر في شوط الحول مسافة 8 كيلومترات انتزعته على خط النهاية. الآن نشاهد لقطات التنافس، إعادة التنافس، التحدي، الرغبة الصادقة نحو الوصول إلى المركز الأول، نحو انتزاع جائزة هذا الشوط، شوط الحول، الشوط الرئيس في هذا المهرجان. هكذا هي البشائر تحمل البشرى لميدان البشائر، لجمهور ميدان البشائر، لمشاهدينا عبر قناة عمان والقنوات الأخرى، لكل المتابعين في كل أرجاء الوطن العربي. الآن نبقى في قادم اللحظات مع استعراض موسيقي لحين الجاهزية لانطلاقة الشوط السادس، شوط التحدي.
الفار له طائرات له طائرات. إذن شكرا لمؤدي هذا الاستعراض الموسيقي. مشاهدينا حضورنا الأفاضل، بعد لحظات سنكون مع الانطلاقة لشوط التحدي، هذا الشوط الذي يقام لمسافة 12 كيلومترا وسيتخلله أداء ل فن الحماسية. هذا الشوط الذي يعيدنا إلى الماضي من خلال ركبية الهجن، ولهذه المسافة الطويلة لشوط العرض الطويل.
فإذا ننتقل مباشرة إلى الكيلو 12 لانطلاقة شوط التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أيها الجمهور الكريم، ما زالت انطلاقات أشواط سباق هذا المهرجان مستمرة شوطا تلو الآخر. نهني ونبارك لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد على فوز البشاير بسيف المهرجان، بشوط المهرجان، بشوط الحول. أعزائي المشاهدين، أعلنت قبل قليل انطلاقة شوط القدرة والتحمل، شوط القدرة من مسافة 12 كيلومتر. هذا الشوط الذي يبرز لنا أصالة الماضي ورقي الحاضر. نشاهد الراكب البشري ينطلق ويمتطي ظهور هذه الإبل العربية الأصيلة التي تشارك بهذا الشوط. الجميع هدف الحصول على سيارة من هذا المهرجان، على نقطة ذهبية. نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. هذا الشوط الذي يبرز لنا قوة التحمل والصبر للهجنة المشاركة وللراكب الذي يمتطي ظهور هذه الإبل. نتمنى للجميع التوفيق. نذهب مباشرة للصدارة لنتعرف على الأسماء المنطلقة. نجد شاهين لدغيش بن سالم بن عامر العويسي هو من يتقدم مجموعة الأسماء المشاركة والمنطلقة بشوط القدرة، بينما المركز الثاني السيب عامر بن سالم بن سعيد الزرعي من يقدم السيب على المركز الثاني. المركز الثالث أيضا لسالم بن سعيد بن خويدم الزرعي. المركز الرابع شاهين للشيخ سلطان بن محمد بن سعود الحبسي، يقدم شاهين على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي في خامس المراكز. المركز السادس الهود لدغيش بن سالم بن عامر العويسي في سادس المراكز. المركز السابع أيضا مراسيل سالم بن سعيد بن خويدم الزرعي في تاسع المراكز. إذا هذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة بشوط الإثارة، بشوط القدرة، بشوط التحمل، بشوط الصبر، بشوط التراث. إذا لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، مع الانطلاق الجميل، مع التقدم من الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي. من قدم الشاهينية وغيرت مجريات الأمور هي من أحد الأسماء المشاركة بهذا المهرجان الكبير، مهرجان البشاير بنسخته الثانية. هذا المهرجان الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. هذا المهرجان الذي احتضن هذه الفعاليات، من يوم الاثنين انطلقت هذه الفعاليات خصصت لسن الحجايج، بيوم الثلاثاء كانت منافسات سن اللقاية، بيوم الأمس يوم الأربعاء كانت تحديات سن الإذاعة والثنايا والحول. بهذا اليوم مساء يوم الخميس يسدى الستارة بانطلاقات أشواط الختام، الأشواط الرئيسية. شاهدنا الفعاليات المميزة، المنافسة الجادة التي دارت ما بين هذه الأقطاب المشاركة، نخبة الهجنة المشاركة بهذا المساء. إذا لنا عودة مع مجريات هذا الشوط القوي المثير، مع الشاهينية المنطلقة بأولى هذه الأسماء المشاركة بقيادة سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي من يقدم الشاهينية على الصدارة. المسافة هي 12 كيلومتر، مسافة تبرز لنا قوة هذه الهجنة المشاركة وصبر هذه أيضا هؤلاء الركبية التي يمتطئون هذه الهجرة المشاركة بهذا الشوط القوي المثير. مسافة كافية سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأسماء. لنا أيضا عودة إلى المركز الثاني وبقية الأسماء المشاركة والمنطلقة بهذا الشوط. يتواجد شعار سالم بن سعيد بن خويدم الزرعي على المستويين الثاني والثالث. المركز الرابع يتواجد شاهين لدغيش بن سالم
جلال بن عامر العويسي، والمركز الخامس شاهين للشيخ سلطان بن محمد بن سعود الحبسي أيضا مشاركة بهذا الشوط، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. ولجميع الأخوة المشاركين نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، ندانا للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة بأولى تحديات هذا المسار، القيادة مع الشاهينية، التحدي مع الشاهينية، السيطرة مع الشاهينية بقيادة سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي، هو من يقدم الشاهينية على البداية. بدأت تبتعد عن بقية الأسماء، بدأت أيضا تأخذ لها فارق وحيز من المسافة ما بينها وما بين بقية الأسماء المشاركة والمنطلقة والباحثة عن نقطة من هذا المهرجان، من هذا المحفل التراثي الكبير بتحديات هذا المساء، بهذه الأمسية التراثية الكبيرة التي تتشرف بحضور هذه الأسماء أيضا المشرفة أيضا لحضور وقايع هذا المهرجان. إذن هذه الشاهينية المتصدرة لمجموعة أسماء المشاركة بشوط القدرة والتحمل لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي، بينما أتراجع قليلا لكي يتعرف على بقية الأسماء المنطلقة والمشاركة والتي هي أيضا باحثة عن نقطة من هذا المهرجان، من شوط القدرة والتحمل، شوط الصبر، شوط التحدي والإثارة. إذا نرجع مباشرة إلى المركز الثاني، إلى بقية الأسماء التي أراها بدأت بالتقدم، والشاهينية هي من شكلت فارقا ليس ببسيط ما بينها وما بين بقية الأسماء المشاركة بهذا الشوط. المركز الثاني لسالم بن سعيد بن خويدم الزرعي، المركز الثالث أيضا لسالم بن سعيد بن خويدم الزرعي، والمركز الرابع لدغيش بن سالم بن عامر العويسي، المركز الخامس لسالم بن سعيد بن خويدم الزرعي هو أيضا من يتواجد في خامس المراكز، المركز السادس شاهين للشيخ سلطان بن محمد بن سعود الحبسي يتواجد في سادس المراكز، المركز السابع هذا الذي بدأ بالتقدم سلهود لدغيش بن سالم بن عامر العويسي، وصلت الفائزة وانطلقت لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، تقدمت إلى سابع أو ثامن المراكز بهذا الشوط. لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، مع الانطلاق القوي المثير من الشاهينية المنطلقة من البداية على موقع الصدارة. ما شاء الله يا هذا الأداء، ما شاء الله يا هذا الاندفاع، ما شاء الله يا هذا التقدم المميز من الشاهينية بقيادة سعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي، يقدم الشاهينية على البداية أيضا، والاختام مقبوض من قبل الركبي الذي يمتطي أيضا ظهر الشاهينية المتقدمة من ذا البداية، وهي تتولى مسؤولية قيادة هذا الشوط. إلى حد هذا هذه اللحظات هي على موقع الصدارة الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي. ما شاء الله يا هذا الأداء، ما شاء الله يا هذا الانطلاق، ما شاء الله يا هذا الفارق الذي شكلته ما بينها وما بين بقية الأسماء المشاركة بهذا الشوط. الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي بن محمد مشارك وباحث عن نقطة من شوط القدرة، من شوط التحمل، من شوط الصبر. إذا هذه الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي، أحاول أن أتراجع ليتعرف على بقية الأسماء المشاركة والتي أشاهدها بدت بالاقتراب من المجموعة الأولى التي تتقدمها الشاهينية إلى حد هذه اللحظات بقيادة سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي. ما شاء الله يا هذا الانطلاق، أداء مميز واندفاعا من البداية على موقع الصدارة. هل ستواصل على نفس الأداء أم سيكون كلام آخر لبقية الأسماء المشاركة والتي هي الأخرى مشاركة بهدف الفوز والانتصار؟ هذا ما يحدده من باقي المسار، هذا ما تحدده المسافة المتبقية من العمر المفروضة لهذا الشوط. هنا 12 كيلو مترات مسافة تبرز لنا قوة هذه الهجرة المشاركة وصبرها وتحملها للمسافات البعيدة، مسافات القدرة والتحمل التي تبرز لنا أصالة الماضي ورقي الحاضر. وهذه الشاهينية المسيطرة على مجريات هذا الشوط المثير لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي. ما شاء الله يا هذا الأداء، أحاول أن أتراجع ليتعرف على بقية الأسماء التي خلف الشاهينية والتي أيضا لم أراها إلى حد هذه اللحظات، لكن أحاول أن أتعرف عليها لأن الشاهينية شكلت فارق ما بينها وما بين بقية الأسماء، خذت معها الجماهير، خذت معها المصورين، خذت معها المعلقين، خذت معها المتابعين المشجعين لانطلاقة الشاهينية لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي. ما شاء الله يا هذا الاندفاع الجميل.
الجميل من صاحبة هذا الشكل الجميل إلى حد هذه لحظات تتصدر مجموعة أيضا الأسماء المشاركة بشوط القدرة والتحمل، بينما المركز الثاني هل ترون الأسماء القادمة والتي خلف الشاهنية؟ لكن خلاص خلونا بكادر واحد، بكادر يتابع الشاهنية، بكادر يتابع انطلاقة الشاهنية التي تتربع على عرش الصدارة بقيادة سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي. ما شاء الله، هناك أسماء أخرى تتواجد خلف الشاهنية أنتظر قدومها وظهورها مع لافتة الأربعة كيلومترات عند انقضاءنا من الثمانية كيلومتر، وندخل بالأربعة الأخيرة. هناك تبدأ الأسماء بالاقتراب من بعض، هناك يبدأ التغيير المفاجئ ما بين الأسماء وما بين المراكز، تبدأ الأسماء بالتقرب من الشاهنية المسيطرة كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. الشاهنية لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي، أسماء أخرى مشاركة هناك أيضا، يتواجد علي بن هلال بن سعيد بن الزفنة العفاري، ويتواجد دغيش بن سالم بن عامر العويسي، ويتواجد حميد بن محمد بن حمد الدرعي ودغيش بن سالم بن عامر العويسي، ومنصور بن ناصر بن سعيد الينيبي والفائزة صاحبة اللقب بالعام الماضي لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، ويتواجد أيضا عبد الله بن طويرش مع الدانة قلهات مع سعيد بن خويدم الزرعي وبدر بن طويرش وراشد بن محمد الخريباني النعيمي حمود بن عبد الله اليحافي، يتواجد عمر بن محمد بن ماجد الحجري. لكن أعود مع البداية، مع سيطرة الشاهنية على البداية، سيطرتها على موقع الصدارة الشاهنية لسعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي مشاركا بمحمد باحث عن نقطة من هذا المهرجان ليحتفل من ضمن الأسماء المحتفلة بهذا الفوز وهذا الانتصار من أمسية هذه الليلة بهذا الحضور المشرف لأصحاب المعالي وأصحاب السمو، وهذا الحضور الكريم من أصحاب المعالي والوزراء وأصحاب السمو والشيوخ والأعيان. إذن هذه الشاهنية، هذه الشاهنية منطلقة بقيادة سعيد بن الحزيمي العويسي. أنقل الكلمة الآن إلى زميل المرافق لي بالتعليق على مجريات شوط القدرة والتحمل حمد بن طويرش الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا راكان بن مبارك الحبسي. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، نحن مع انطلاقة شوط الماراثون، شوط القدرة والتحمل، شوط المسافات الطويلة، السيارة والخير والزعفران والصعود إلى منصات التتويج والخير. ما شاء الله، فهنيئا لكم أيها الفائزين. مباشرة إلى تعداد الأسماء المنطلقة والمحلقة والهاربة مع المركز الأول، مباشرة مع الشاهنية. الشاهنية يا الشاهنية يا الشاهنية، الله يا بالحزيمي، الله يا بالحزيمي، الله اتحرك يا بالحزيمي، اتحرك، غادر يا بالحزيمي، غادر هذا المشهد المغري الذي يبعثنا إلى الصرخات وإلى النداءات. هذه القوة والسيطرة من دون كلل ولا ملل، نقول لك هنيالك، ولكن غادر يا بالحزيمي، غادر 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 من أجل سلامتك، for your safety، غادر إلى الناموس، غادر، تقدم، هنالك صعود وهنالك منصة وهنالك حضور كبير، سوف تغادر إلى منصات التتويج. إن ظلت الشاهنية على هذا الطريق المستقيم، إن ظلت الشاهنية مع هذا الطريق الناجح، إن ظلت الشاهنية مع هذه القيادة، مع أن الأسماء الطويلة الملاحقة القوية القادمة، ولكن مخرجنا يعطينا المسافة الطويلة بينها وبين بقية الأسماء. ها هنا نعود كما جاءتنا التعليمات، مع القيادة ومع السيطرة، مع المركز الأول ومع القوة، مع الإثارة ومع الإبداع، مع التحديات ومع الإثارة. أرى قدوم أهالي بدية وقدوم، الله يا رسيل، وصلت رسيل، وصل الزرعي، وصل بطل بدية، الله يا زرعي، الله، سالم بن خويدم بسعيد الزرعي، هذه هي
رسيل رسيل رسيل، منطلقة ومحلقة، قائدة ومسيطرة، غيرت الأمور لصالحها، غيرت الأمور لصالحها. كم أنت بطل، كم أنت رائع، كم أنت مبدع، كم أنت مع الناموس، كم أنت مع التحديات، كم أنت مع الفوز، كم أنت مع الانتصار. يا لها من لحظات، ويا لها من تغييرات، ويا لها من قوة وإثارة. ما شاء الله ما شاء الله، تحمل اسم كبير، تحمل شعار كبير، تحمل اسم مميز. هذا هو الزرعي، هذا هو الزرعي. من حلق مع رسيل، من غادر مع رسيل، سالم بن خويد بن سعيد الزرعي القادم والمنطلق، المركز الثاني هنالك. على المركز الثاني التحديات مع الشاهنية وسعيد بن الحزيمي العويسي، يا سلام. وهالي جعلان يتابعون عمان الرياضية، يتابعون هذا البث المباشر، يرفعون كفتهم إلى الباري عز وجل. لك بالتوفيق حيث من تحملت مسؤولية كبيرة وقدت هذا الاسم إلى مسافة طويلة، وجاءت الآن التغييرات، وجاءت الأسماء الملاحقة. يا سلام يا سلام. معود ويا المقدمة، أعود واكتفي بالأسماء الأولى، أعود أعود مع المقدمة. ما شاء الله، ها هنا مخرجنا، ها هنا مخرجنا يعطينا هذا اللقطة مع هذا البطل الذي يمتطي، مع الذي يمتطي مع هذه القيادة. وأرى أسماء قادمة مع المركز الثاني الشاهنية، سعيد بالحزيمي العويسي، سعيد بالحزيمي العويسي. يا لها من قوة، ويا لها من إثارة، ويا لها من تحدي، ويا لها من قوة. إلى وين الناموس يغادر؟ إلى أي قصة وأي تحديات؟ إلى أي إثارة؟ يا لها من قوة، ويا لها من إثارة، ويا لها من أبطال قادمون. هكذا التحدي وإلا فلا، هكذا الناموس وإلا فلا، هكذا التحدي وإلا فلا. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى هذه البطلة، إلى هذه الأمورة، إلى هذه المنطلقة، إلى هذه الفائزة، إلى هذه المسيطرة على الهواء مباشرة. أرسل ومصانعها الكبيرة الصناعية والتجارية والزراعية وجبالها الشاهقة ومصانعها الكبيرة الشاهقة العملاقة. الله، هذه أرسل، هذا هو الاسم الوطني الكبير. مع أرسل، مع التحدي، مع الإثارة، ما شاء الله. الزرعي الزرعي الزرعي، سالم بن خويد بن سعيد الزرعي، سق الله دارك يا الزرعي، سق الله دارك مع التميز والإبداع. المركز الثاني هنالك الشاهنية مع الاسم الثاني القادم والمنطلق. هذه هي التحديات. مع المركز الثاني هنالك سعيد بن الحزيمي العويسي، وكذلك الواصل شاهين والأسماء المنطلقة. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود. تغذيتنا مع الثلاثة الأسماء، تغذيتنا مع الثلاثة الأسماء. وها هنا، ها هنا، ها هنا القوة والإثارة. التحديات مع رسيل، التحديات مع رسيل. أرسيل 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 أرسيل، نحن قادمون ونحلق، ما تبقى من عمر هذا الشوط. وها هنا أيضا قصة أخرى، وزميلنا آخر يرافقكم محمد بن سلطان النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات الجميلة في هذا الشوط الغالي على قلوب الجميع. أبارك لسيدي لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد بظفري بسيف هذا المهرجان على ظهر بشاير، وأبارك أيضا لعبيد بن محمد الوهيبي على الفوز، وأشكرك يا أبو حمد على إطلاقك بشاير. أعود مع هذا المسار، أعود مع هذا التحدي الجميل والرائع مع انطلاقتي. وهذا الشوط الركبي البشري، من يأتي في هذا المسار دعما ومواصلة ومحافظة على هذا التراث العريق والأصيل. من لديه ماضي فليس لديه حاضر ولا مستقبل، مقولة يرددها الجميع. أذهب مباشرة مع انطلاقة الزرعي، مع أيضا ارسال لسالم بن خويد بن سعيد الزرعي، من ياتي على صدارة هذا المسار. يلا. والانطلاقات الجميلة والرائعة والاندفاع الجميل والممتاز. اذا ارسال، الله
يا بن خويدم ما زال يحتل الصدارة، يتحمل الصعاب، يتحمل الصعاب. هناك اربيل او اربيل اربيل، سالم بن خويدم بن سعيد الزرعي المركز الثاني، المركز الثاني. هناك على ما اعتقد شعار سعيد بن الحزيمي العويسي على ثاني المراكز. يا سلام يا سلام، غرد وحيدا خارج السرب، انطلق في هذا المسار. اربيل 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 اربيل، هناك من ياتي ارسيل او ارسيل لسالم بن خويدم بن سعيد الزرعي. ارسيل ارسيل، من ياتي في هذا المسار الجميل والرائع؟ يضع فارق كبير بينه وبين بقية المراكز، لكن والله اشوف اسماء، اشوف اسماء بدت ايضا تتجاوز رائحة الكيلوين، تتجاوز رائحة الكيلوين. باحث عن سيارة هذا الشوط، 1500 متر، المنصة اقتربت، المنصة اقتربت. واصل المسير، واصل المسير، ما تحملت الكثير، ما بقى إلا القليل يا الزرعي، ما بقى إلا القليل يا الزرعي. ينطلق في هذا المسار، يتحمل حتى هذا المسار الجميل والرائع. ارسيل 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 لحمد او لسالم بن خويدم بن سعيد الزرعي، من ينطلق في هذا المسار والتحدي الجميل والرائع والانطلاق المتميز. ما شاء الله يا بن خويدم، يا بن خويدم، الجميع يتابعك، الجمهور، الجمهور ايضا بدا يزداد حماسه في هذا المسار الجميل والرائع. ال 1200 ورسيل يقود المسيره. المركز الثاني، هناك سعيد بن الحزيمي العويسي على ثاني، على المركز الثاني هناك. ولكن ولكن الله يا الفائزة، وصلت الفائزة، وصلت المرشحة، وصلت المرشحة، وصلت البطلة عبد الله بن حارب الدرعي، وصلت الفائزة. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن ارسيل، ولكن ارسيل، هناك من ياتي على صدارة المسار. ألف، هناك 1000 متر، كيلو ما تبقى عن النهاية، ووصلت. يا سلام يا بن حارب، يا سلام يا سلام يا سلام. صاحبة هذا الشوط في العام الماضي تأتي في هذا الموسم لتحافظ أيضا على هذا المسار الجميل والرائع. ولكن وصلت الفائزة، وصلت الفائزة لعبد الله بن حارب الدرعي. ما شاء الله وتبارك الله، يدورها الخالي، خالي خالي خالي، ما شاء الله وتبارك الله. ينطلق في هذا المسار الجميل والرائع. هناك اقتربنا، اقتربنا إلى خط النهاية. شوف الجمهور اللي تابع هذا الشوط، أتى، أتى لمتابعة هذا المسار الجميل والرائع. إذا انطلقت الفائزة، انطلقت الفائزة، ما شاء الله وتبارك الله، اندفعت الفائزة في هذا المسار الجميل مع هذا الانطلاق المثير. ما شاء الله وتبارك الله. عبد الله بن حارب الدرعي تحافظ، تحافظ مرة أخرى وفي الموسم الثاني على التوالي. هذه والله اللي تستاهل التحية، تستاهل التحية، في الموسم الثاني على التوالي تحافظ على هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا الفائزة. ولا تحركها، خلاص خلاص خلاص، وصلنا إلى لحظات الختام، وصلنا إلى لحظات تتويج الفائزة بالشوط، بالشوط وبهذا الشوط الغالي على قلوب الجميع. ما شاء الله وتبارك الله، يا الانطلاق الرائع، ما شاء الله. خلاص بقول الفائزة قفلت على مجريات الأمور، قفلت على مجريات الأمور. تحية 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 على هذه البطلة الجميلة والانطلاق الرائع والمتميز. اعتزال، وصل الخبر الجميل، وصل الخبر الجميل باعتزال الفائزة، باعتزال الفائزة. أرجوكم تحية 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 لهذه البطلة، اعتزال الفائزة في هذا اليوم المشهود. تهانينا والناموس لعبد الله بن حارب الدرعي على فوز الفائزة في هذا المسار الجميل، وتم اعتزال الفائزة. ومشكور يا أبو خالد، وهنيالك هناك، هناك
الى الانتاج. اشكرك ابو خالد واسعد الله مساك. وين ما تكون المركز الثاني هناك، هناك رسيل سالم بن خويدم الزرعي، والمركز الثالث المركز الثالث. اذا تهانينا والناموس لعبد الله بن حارب الدرعي على انتصار الفائز في هذا المسار الجميل والتحدي الرائع والمثير. اذا هذا الشوط الذي ايضا حبس الانفاس في هذا التحدي الجميل والرائع. المركز الثالث هناك من تتفزع لعلي بن هلال بسعيد بالزفنة الاعفاري. تهاني والناموس لجميع الفائزين في هذا اليوم، وحظ اوفر لمن لم يحالفهم الحظ. الرجاء من الاخوان الفائزين التوجه للمقصورة الرئيسية. اذا كانت تلك لحظات الوصول للشوط السادس، شوط القدرة والتحمل، حيث المركز الاول كان من نصيب الفائزة. هذه هي الفائزة كما نشاهدها على الشاشة في الإعادة، 12 كيلو قطعتها الفائزة في شوط القدرة والتحمل، الشوط الذي يعيدنا إلى الماضي في زمن قدره 23 دقيقة و 30 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. إذا نبارك لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي على فوز الفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط، شوط القدرة والتحمل. الشوط عفوا المركز الثاني أرسيل، و مالكها سالم خويدم الزرعي. المركز الثالث فزعة لعلي بن هلال بن سعيد الزفنة العفاري. مشاهدينا الكرام، حضورنا في المنصة الرئيسية لهذا المهرجان، نعود الآن ل إعلان نتائج الشوط الخامس في هذا السباق، شوط الحول الذي انتزعت مركزه الأول البشاير. البشاير من هجن البشائر المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. المركز الثاني كان من نصيب مزنة لمحمد شافي سالم الشافي. المركز الثالث كان من نصيب العين لحمد هلال الزفن العفاري. المركز الرابع البشاير من هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. المركز الخامس مصيحة لسعيد بن مبارك بن عبيد الشامسي. المركز السادس الذهيبة لأحمد سيف محمد سالمين المنصوري. المركز السابع انتصار لعامر محمد ماجد الحجري. المركز الثامن بشارة لعوض أحمد محمد بالكيل العامري. المركز التاسع بنت وبران لعلي سالم الدهام الوهيبي. والمركز العاشر برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. الآن مشاهدينا حضورنا الأفاضل، سنصل إلى اللوحة الختامية التي سيكون أو ستكون مسك الختام قبل تسليم الجوائز وتتويج الفائزين في هذا المهرجان. هذه اللوحة ستكون مع فن العازي. لحظات ممتعة مشاهدينا حضورنا نتمناها لكم مع هذه اللوحة الختامية التراثية ومع فن العازي. ايه والمسلمين تكلموا.
سميت باسم الله الكريم اللي خالق الكون العظيم يلي بعباده رحيم واحنا عباده اجمعين صبيان يا كبار الشمس تحيات وسلام من قبل ما نبدأ الكلام نتبادل بكل احترام ويا مرحبا بالحاضرين صبيان يا كبار الشام هواب واليوم تتباشر عمان دار الكرم دار الأمان المكان في دار ناس طيبين صبيان يا كبار الشام هواب في ظل قابوس بن سعيد تلبست من كل جديد وفيها الفرح دايم يزيد ما بين كل المواطنين صبيان يا كبار الشام هواب قابوس السيد المنجزات بين الدول حقا ثبات اسمه لمع كل الجهات رجل السلام وعارفين صبيان يا كبار الشام هواب والجار له خلف الحدود يبذل على شان الجود وكل الدول عنده شهود يرخص من الغالي الثمين صبيان يا كبار الشام هواب الله يدوم لنا الأمن ويبقى على طول الزمن مهما الليالي تزاحمن ويبقى على طول السنين صبيان يا كبار الشام هواب ولك سيدي من المثل صاحب سمو ونعم الرجل أسعد يا حمال الثقل وافي ومثلك وافين صبيان يا كبار الشام هواب داعم لنا ولتراثنا وجوايزة في كل سنة في كل ربوع ديارنا حق الهجن والمشاركين صبيان يا كبار الشام هواب يا سيدي تبغي الصراح انت مثل نجم الصباح نجمك سطع والبرق لاح يالله عساكم دايمين صبيان يا كبار الشام هواب هذي البشاير يا عرب فيها ركض فيها طرب جنوب وغرب وشمال وشرق مشاركين صبيان يا كبار الشام هواب في عهد سلطان البلاد عمان تتلبس قلاد حاكم وقايم باجتهاد قابوس لا حكمة وفطين صبيان يا كبار الشام هواب الله يدوم في الدهور ويحفظ من كل الشرور ويعيش في راحة وسرور آمين قولوا أجمعين صبيان يا كبار الشام
واختم قالي في السطر بالعود وانواع العطر ويا رب تبعد كل شر هذا وكونوا مسامحين صبيان يكبر الشام والمسلمين تكبر شكرا لمؤدي فن العازي إذن هكذا نشاهد أمام المنصة الرئيسية تشكل اللوحة الختامية للمشاركين في هذا المهرجان. أما الآن وقد وصلنا إلى لحظات التكريم للفائزين والمساهمين في إنجاح هذا المهرجان، وعليه ندعو الآن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي راعي الحفل لتوزيع الهدايا والجوائز على الفائزين والمساهمين في إنجاح هذا المهرجان. سعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي والي منح. الهجانة السلطانية
الاتحاد العماني لسباقات الهجنة. الهيئة العامة للصناعات الحرفية. وزارة الشؤون الرياضية. وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. شرطة عمان السلطانية. دائرة حوكمة الأنظمة والتطبيقات الذكية بديوان البلاط السلطاني. مدرعات سلطان عمان. جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة. جمعية المرأة العمانية بولاية منح. المعلق نايف لبلوي. فريق التحليل الفني لبرنامج المنصة سالم بن متعرض العفاري. علي سالم وداود الدرعي. أما الآن فقد حانت لحظات التتويج، والتي نبدأها بشوط الحقائق، حيث الذي انتزعت مركزه الأول صبا لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. ألف مبروك لمحمد سالم سعيد الوهيبي على فوز صبا بالمركز الأول في شوط الحقائق. الشوط الثاني، شوط اللقاية. المركز الأول البشاير،
من هجن البشائر المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد والمضمر عبيد بن محمد الوهيبي. الناموس لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ولمضمر البشائر عبيد الوهيبي. الشوط الثالث شوط الإذاع، والذي انتزعت مركزه الأول برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ألف مبروك حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز برزمان في شوط الإذاع بالمركز الأول. الشوط الرابع شوط الثنايا، أيضا احتلت مركزه الأول برزمان لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. الناموس وألف مبروك على فوز برزمان في شوط الإذاع وفي شوط الثنايا. ألف مبروك يا محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، هذا الاسم اللامع الذي دوما ما نجده في منصات التتويج. الشوط الخامس شوط الحول، الشوط الرئيس احتلت مركزه الأول البشاير من هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. الشوط الرئيسي شوط الحول البشاير، انتزعت مركزه الأول البشاير على ميدان البشاير لهجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. ألف مبروك والناموس على فوز البشاير. الشوط السادس شوط القدرة والتحمل، المركز الأول احتلته الفائزة لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. هناك تكريم أيضا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على كل الجهود التي قامت بها في نقل مجريات هذا المهرجان طيلة أيامه الأربعة. إذن هكذا مشاهدينا الكرام، حضورنا ضيوفنا الأفاضل، هكذا كنا معكم في نقل مباشر لحفل اختتام المهرجان السنوي الثاني لسباقات الهجن العربية الذي أقيم بدعم وتوجيه من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وإشراف من قبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان هنا على ميدان البشائر في ولاية أدم بمحافظة الداخلية. فشكراً لصاحب السمو السيد راعي الحفل، وشكراً لكل المشاهدين والحضور على متابعتنا، وكذلك الشكر لكل الجهود التي بذلت لإنجاح هذا المهرجان.
السجن والناس إلها وعليها سوق البشاير وين تلقى البشاير وين كسب الخساير تجبل لك البكشه ما تجبل خساير يا مرحبا وسهلا باللي شرف حضوره الدار فرحانه واهل الدار مسروره بشاير والعالم